مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب قناة عساد المكتوب باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلاوي العلاوي على السادة أصدقائي وأعزائي. وصلتنا وجبة مخاليف للتخريج، مخاليف برية يعني مال صيد مو أليفات، الطيور كلهن خشنات ونظاف، تم تلقيحهن وتم تحجيلهن. طبعا بالمناسبة الأليفات اللي عرضناهن قبل شوية أيضا راح يتم تحجيلهن وتم تلقيحهن. خلونا بالبريات هسه، البريات ذني خاصات للتخريج. اكو شباب يسالوني يقول لك انه هذا يركض لو ما يركض بالقفص. صديقي حبيبي شوف هسه احنا هذين اليوم مستنيهم، شوف ذني الاثنين شلون راكدات، يعني الطيور تركض على السريع. يعني هسه انا بصفهن دا اصورهم وشوفوا الموضوع مالتهم، هذني برا شويه يتوحش من يطلعن، اما بالبيت لا الطيور راكده لنا اصلا هن صغار. يعني احنا جاي تنصاد طيور عمره 4 سنين و5 سنين واحتمال الله يعلم اكبر، وقاعد يركض بالقفص بمرور الوقت، فكيف ما ذني يعني كل عمرهن شهرين او شهر ونص، شلون ما يردن؟ يعني الطيور تركض وتصير اليفه بالمستقبل، بس انت اذا تريد تجني اليف اجني اليف واحد، اما هذني طيور للتخريج، طيور تصير حاره يعني مال تغريد قوي، الطير يسمع يحفظ يبدي يغرد بعد شهرين او ثلاثه حسب، اكو بيهن يجوز هسه نعزلهن يغردن ما نعرف. المهم الطيور مثل ما تلاحظون كلش خشنات، شوف هذا ما شاء الله، شوف الخشونه مالته والنظافه، طيور درجه اولى كلهن مال بدره. عندنا البريات، عندنا مال مندي، لا الاليفات هذنيته، هذني سعر التك 35، السعر غير قابل للتفاوض، طيور مكلفاتنا هواي، يعني صعب صيدهن وصعب نقلهن واجور نقل كله، يعني فشي كلش صعب، يعني ما محميهن شيء بسيط، فسعر التك 35. عندنا طيور ما صابغه نهائيا، وعندنا طيور نص صبغ، يعني هذني هسه الموجود بيهن، هذني عددهن 7. تحياتنا لكم.